نظمت الحملة الشبابية إحنا لها وقفة تضامنية مع شهداء مسجد الإمام الصادق وذويهم أمام مبنى المسجد في منطقة الصوابر، وتجمع عدد كبير من الرجال والنساء وذويهم ووضعوا الورود وأشعلوا الشموع في موقع التفجير كأقل ما يمكن تقديمه إلى الشهداء الذين رووا شجرة الوحدة الوطنية بدمائهم. واستنكر نواب شاركوا في الوقفة الحادثة الإرهابية التي استهدفت المصلين في مسجد الإمام الصادق وأودت بحياة عدد منهم وإصابة آخرين، وأشاروا إلى أن هذا العمل الجبان كانت له نتائج عكسية حيث توحدت الصفوف وزادت الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع الكويتي لمواجهة هذه الفتنة. نتقدم بالشكر لمنظمي هذه الحفل اليوم او هذه الفعاليه تجسيدا وتكريسا لوحده الصف الكويتي. الكويتيون لم تكن هذه هم اول شاهد على وحدتهم. الشواهد كثيره من حرب الجهره في عام 1920، وتوجت هذه الوحده في الغزو العراقي الغاشم على دوله الكويت. ياتون اليوم الكويتيون ليجسدوا وليكرسوا وحدتهم من جديد في مواجهه الارهاب. العمل الإرهابي الجبان لم يكن يستهدف طائفة بعينها، استهدف هوية الكويت والكويتيين، ولله الحمد والمنة تصدر الكويتيين كل طوائفهم كل مللهم.